السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم لكم عن الجيم، بسوي حركة حلوة بالجيم. طبعا الصورة إلى الآن ما خلصتها، لكن بعد ما خلص في عندك مثال على الصورة اللي أنا بسويها موجود تحت بالوصف، الفرشة اللي أنا بستخدمها موجود التحميل تحت بالوصف، طريقة تركيب الفرشة برضه موجود تحت بالوصف. خلونا ندخل بالتصميم على طول. بنختار خلفية معينة للصورة، طبعا أبي اللون هذا أنا. أوكي، نسوي عندنا طبقة جديدة. طبعا بالدرس هذا راح نتعلم التحكم بالنص والتدرج والطبقات والالوان والفلاتر، يعني مع بعض. اليوم درس متقدم شوي. طيب بناخذ تدرج، نختار لون التدرج اللي نبي مع الضغط على زر كنترول عشان يعطينا الزاويه. ممكن تختار الشكل هذا لو انت حابب، بس انا مو هذا اللي بطبق على درسي، انا بطبق على الدرس هذا. تمام. برضو ابي استخدم، طبعا يكون بالعلم، بس انا اخترت دائرة ترى. برضو نفتح طبقة جديدة. هذه ميزة الطبقات، انه بحيث لو بغينا نواجه الموضوع نقدر نسهل علينا السير، يعني مو بذاك التوازن لكن ماشي الحال. نجي نسوي طبقة أخيرة، طبقة من فوق. ممكن أننا نلغي سالفة الطبقة هذه، بس أنا بسوي الطبقة هذه بحيث أنه يكون عندي الشكل هذا فوق. أختار أزرق. أوكي، أنا بجي نخفف شوي على الألوان، فممكن نستخدم ال 80، يعني 50. حلو، راح نستخدم 50 هنا بعد. هذا اللون شوي زيادة. طيب ابدأ اكتب نص معين، افترض نكتب جنو لينكس. اوكي، ممكن نغير لون النص، يصير ابيض علشان يتماشى مع الدرس. حلو. طيب الطبقة هذه محتاجين نسخة منها، فعشان ما تضيع وتخرب علينا نسوي نسخة منها ونخفي النسخة هذه. أول شيء بنسويه هو تطبيق فلتر اسمه بلر، مثل ما أنتم شايفين. ممكن من هنا نطبقه مباشرة، لكن أنا أبي هذا، أنا بستخدم هذا علشان يصير عندي خاصية انه ممكن نضيف زي ما انتم شايفين فيه. خلونا بس نعطيكم نظرة اقرب. زي ما انتم شايفين النص بالشكل هذا راح يتغير، فلو قللنا هذا شوي النص راح يختلف. تمام، زي ما انتم شايفين فوق في معاينة. فبستخدم هذا. نجيب الطبقة هذه نرجعها بحيث يكون عندنا لمعة، وبنسوي نسخة برضه من الطبقة هذه وبنخفي الطبقة. الآن نبي نسوي تحديد على النص عشان نسوي له تلوين. بنسوي طبقة جديدة، برضه بنروح نسوي تدرج لوني من جديد. عفوا، اوكي بسوي طبقة جديدة الحين. طبعا ما راح يظهر اللون كامل مضبوط لان الطبقة تحت هذه، لكن الحين تمام. برضو بنروح نسوي له بلر مرة ثانية مثل ما انتم شايفين، لكن هالمرة بنخلي شوي اوضح. حلو، يبقى عندنا الحين نبين حد النص بحيث انه يكون واضح شكله. فاما انك تلغي الخلفية اللي احنا سويناها هذه، تشتغل بالشكل هذا، يعني اذا كنت حاب الموضوع ذا. عن نفسي راح اتركه بالشكل هذا. راح استخدم الطبقة هذه اللي هي اللي انا اخفيتها قبل شوي، اغير الزاوية بس شوي بحيث انه يكون باين النص الابيض.
مثل ما انتم شايفين. ممكن احد عنده لمسه افضل من اللمسه هذه يسوي معنا مشكله. بنسوي اسقاط ظل عن طريق الفلاتر دروب شادو. راح نسوي ظل تقريبا ابيض. ماشي الحال، ماشي. طيب الان بستخدم الفرشه. الفرشه راح تعطي شكل، وهذه ميزه الفراش انها تعطي شكل وانت مرتاح. فبرضه قلت لكم الفرشه هذه موجوده تحت للتحميل. طبعا راح نسوي طبقه جديده للفرشه هذه. برضه بنسوي طبقه جديده، بنضيف فرشه ثانيه. اوكي الان بنجي نسوي حركه تسهل لنا الموضوع او تضبط الشكل لنا. فعندنا الحين اللي هو الشفيفه هذه اللي وراء او الطبقه هذه، بنغير الوضع حقه. طبعا تغيير الاوضاع من المنطقه هذه العلويه، فممكن نستخدم واحده لونها اسود زي ما انتم شايفين. والثاني يكون مثلا لونها ابيض زي ما هي. التحكم بالطبقات بالجنب احيانا يكون مزعج. اوكي تقريبا ماشي الحال. راح نضيف برضو لمسة ثانية بالفرشة. راح نسوي طبقة جديدة عشان ما نخرب الشكل. برضو بنقلل او نغير اللون. ممكن نضيف برضو من المنطقة هذه مسكرة بعد اللي فوق. لكن هالمرة نبي يكون أبيض. من التدوير من هنا طبعا راح ندور الشكل. واحنا قاعدين ماشي الحال. زي ما انتم شايفين في طبقة اللي هي الطبقة هذه دخلت هنا، فهي المفروض ما تدخل هنا علشان ما تسوي لنا زي ما انتم شايفين الظل هذا. فراح ننزل الطبقة تحت شوي، نرفع هذه هنا. برضو في عندنا طبقة هذه راح نرفعها شوي فوق. فالشكل هذا تقريبا يعني اعطانا الشكل اللي احنا نبيه. ماشي الحال. ممكن احد يكون عنده لمسات افضل. طبعا الخطأ بالتصميم هذا هو شكل الخط لانه غير متوافق مع السكال اللي ورا، المفروض يكون شكل الخط شوي مايل، لكن احنا بنوصل الفكرة وبس. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.